يا جماعة احنا داخلين على أربيل شمال العراق، هاي الأراضي كلها تابعة لكردستان، يعني 40 كيلو ندخل أربيل. أربيل بلد قديمة. محدش يتكلم ولا يفتح بقه، احنا داخلين على نقطة كردية. لا تخافون، أنا صديقي ينتظرنا هنا. كردي؟ آه كردي، سردار صديقي اللي حكيت لك عليه. يا جماعة انطوني الهويات. بخير بيه. زور بخير يا كاكا سعد. أهلاً. زيوف كاكا سعد. أهلاً وسهلاً. أعطيني هويات. هذه الجوازات. تفضل. محمد سعيد جاسم. نعم. عبد الكريم عبود. أيوة. زاير هزافة. زاير هزافة وينك هكا زاير؟ انطع يا حيوان، ده اسمك انت. قدامك كبير اللي هو بقول علينا. قدامك كبير. اذنة تعبانة، اذنة اطرش. كاكا صاير اطرش من تفجير بغداد. كاكا سعد ورايا بالسيارة. لا مؤاخذة كبير، هو احنا كده خرجنا من العراق؟ لا احنا لسه في العراق يا عبد الجليل. طب اصل الجماعه كانوا بيتكلموا بصراحه يعني لغه غريبه قوي، كانوا عمالين يقولوا كاكا كاكا كاكا. ما دي اللغه الكرديه اللي بيتكلم بيها الاكراد. مين الاكراد دول يا باشا؟ والله بقى الاستاذ سعد يقول لك لا يفتى والاستاذ سعد في العراق.